لا ترتكب هذه الأخطاء عند تحديد أهدافك. تكمن المشكلة دائما في الطريقة التي يحدد بها معظم الأشخاص أهدافهم، ويسود لدينا المفهوم الخاطئ إما أن تحققها بشكل كامل أو أنك لم تحققها أبدا. وأيضا أثناء سعيك لتحقيق ما تريد فهناك دائما صراع داخلي، لا تفعل ذلك، لن تنجح، ليس هذا هو الوقت المناسب. هذه هي العقلية نفسها التي تغذي التسويف والشعور بالإرهاق لدينا جميعا. بالإضافة إلى ذلك، عندما لا تشعر أنك تفوز أو تشعر أن هناك ضعفا في الإنجاز وأن مقدار تقدمك بطيء، كل ذلك يجعل الحياة تبدو غير ممتعة ويجعل شعور اليأس يسيطر علينا. دعني أقدم لك الوصفة السحرية للتغلب على هذه الحالة، إنها التقسيم أو ما أسميه تجزيء الأهداف. تقوم هذه الطريقة بأخذ هدفك الكبير وتقسمه إلى 3 أو 5 أهداف أصغر. فعلى سبيل المثال، إحلالك في خسارة الوزن، دعني أفترض مثلا أن وزنك المثالي يجب أن يكون 80 كيلوغرام وأن وزنك الحالي 110 كيلوغرام. إذا بدأت هدفك بالقول أنك تريد إنزال وزنك 30 كيلوغرام وبدأت بتتبع هذا الهدف، ستجد الأمر صعب جدا، وفي بداية الرحلة عندما تجد صعوبة الإنجاز ستبدأ بشعور الإحباط والملل وربما تستسلم دون تحقيق الهدف. دعنا نطبق خطة التقسيم هنا. قسم الرحلة إلى 6 مراحل. المرحلة الأولى نزول الوزن 5 كيلوغرام، ثم 5 في المرحلة الثانية، وهكذا ليكون 30 كيلوغرام في نهاية المرحلة السادسة. دون تلك المراحل، احتفل بالنتائج عند إنجاز كل مرحلة، ضع في ورقة المهام علامة الإنجاز True. ذلك سيغذي الحافز والشعور بالنجاح لديك طوال الطريق. أريدك أن تشعر وكأنك تفوز طوال الوقت، وشاهد مماطلتك تتلاشى وتختفي ويرتقي التحفيز والإنتاج لديك.